الفهم. الفهم، الفهم، الفهم والتركيز قوي. يعني هما كلهم فيهم حاجات كتير قوي تنفع صح، بس ايه، انا عايزه ابقى صح، اصح حاجه، وعايزه مثلا لو في حرف جر ولا في كلمه صغيره قد كده بتغير لي الميننج كله. تمام، فيلا تمام خليني كده اول واحده اقول لك تعطاني. مس، انا اخترت جيف عشان سام تيتشر، تيتشرز دي جمع، وما ينفعش يجي جيفز مع الجمع او ار او از. الزمن، والتانية الزمن، 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 ايه؟ الزمن هنا مضارع بسيط. مضارع بسيط، يبقى some teachers give much homework. تمام، حلو قوي. بعض المدرسين بيدوا ايه؟ homework كتير. عرفنا ان هو زمانها مضارع بسيط. تمام، طيب how many books ايه you read in a year؟ بسملة، ايه حلك؟ يا مستر انا حليتها دو. دو. تمام، ليه؟ علشان برضك الحاجتين مضارع بسيط present simple، والتاني حاجة ايه هي؟ بوكس ايه؟ ايوه بسملة. الو، سامعيني تمام، يعني ولا ايه؟ انا استبعدت يا ميس عشان ديد ما ينفعش نختارها عشان ما فيش ماضي، تمام وير مع عندي مين فيرب ما ينفعش استخدمها، تمام وبار ارضه نفس النظام، رحت مختار دو. تمام على فكرة هي ريد، 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 هي نفس التصريف بس احنا مش بنقول كده. انا عملت هريد عشان ان اير دي ما عنديش جملة دالة على شاطر، الماضي. ايوه. ان اير دي تدل على انه بريزنت سيمبل، بقول لك في السنه، يعني كم كتاب انت بتقراه في السنه، يعني واضح ان دي عادته، واضح ان كل سنه بيعملها، اذا ده بريزنت سيمبل، يبقى نختار ايه؟ دو. تمام، اوعي تكوني يا بسمله بتغشي من محمود، عارفه انت رحت فين يا بسمله. طيب اللي بعدها، it was cold، الجو كان بارد، معنى كده ان ده ايه؟ خلاص وز حكمت لي ان الجملة دي ايه؟ ماضي. ماضي past simple، اهو ماضي من كلمة واحدة، يبقى past simple. so لذلك I ate the window، عشان كده انا قفلت الشباك. طيب انتوا الاتنين مختارين shutted، هل shutted التصريف التاني من shut؟ شرط التصريف التاني، مش التصريف التاني غلط؟ لا، احنا عايزين التصريف التاني، بس التصريف التاني من شط، يعني الماضي من شط، شط برضه لان هو فعل شاذ ما بيتحطلوش ايدي، فيبقى شط، 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 شط شط شط، ماشي. يبقى ايه؟ هنختار شط مش شطد. هو عارف ان كل الناس هنا هتختار شطد، عشان ايه؟ خلاص جبنا موز وده ماضي، وماضي بسيط يبقى نحط له ايدي وزي الفل، انما هنا ده فعل جامد فيبقى شط زي ما هي. انا برضو اخترتها شاطط عشان قلت هنضيف لها ايدي على طول. لا، طب ما مثلا حاجة زي ريد دي، ريد ريد ريد، 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 ريد. تمام، فممكن يجيب لك مثلا في الاختيارات يقول لك ريد، ريدد، ريدد، الناس كلها تختار ريدد، هي غلط أصلا، فشط زيها. تمام، I ate a lot of money yesterday. I ate an expensive dress. أنا زعلت يا محمود إن أنت عاملني نصها صح ونصها غلط. انا بس ما اخترت انا يا عملت مسز، الاثنين صح. انا اخترت سبنت باي عشان يستر دي خدعتني، قلت ده كده الجملة خلصت وبدأ جملة جديدة. لا، الاثنين تبع بعض، هو انا قلت بص بقى حتى المعنى بيكمل بعض. يعني والله كنت عايز اختارها سبنت وبوت، رحت انا قلت لا سبنت وباي عشان كده نحط نقطة والجملة التانية بدأت. لا لا، الاثنين تبع بعض. هو بيقول ايه؟ انا امبارح انفقت فلوس كتيره قوي. دايما لما تلاقي فول ستوب معنى كده، مش ان دي في حته ودي في حته، لا، هي الجمله خلصت بس السيتويشن، الموقف هو هو. هو بيقول ايوه انا انفقت فلوس كتير امبارح، انا اشتريت ريسك غالي، اشتريت فستان غالي، وده السبب اللي خلاني انفق فلوس كتير، يبقى I spent I bought.
I spent a lot of money yesterday. I bought an expensive dress. تمام؟ تمام يا مس. What ate you ate last weekend? اخترتوها ايه؟ انا قلت what did you do last weekend؟ تمام صح. وبسملة عملتها كده؟ ما اعرفش. بسملة. عارفة مش سامعاني ليه؟ طب بسملة طلعت باني يا مس. طلعت. طب ما تشوفها لنا كده عشان حرام. ماشي ماشي يا مس. ماشي، ونستنى أمينة برضه. مينا بسملة، ايوه يا مس، ايه كنت فين؟ بسملة خرجت ليه؟ يا مس النت عندي معلق، اول عمال يخرجني. طيب مش معلش، مش قاعدة مع محمود في نفس المكان؟ ايه؟ انتي ومحمود في نفس المكان؟ لا طيب ماشي، انا سبت في نفس المكان في الشرطة عندكم كويسة. ماشي تمام. أمينة عاملة ايه؟ ألو أمينة، طيب احنا دلوقتي كنا بنحل الكويز، بس ما انت سمعت لغاية ايه؟ لغاية انهي كويشن؟ انا تقريبا سمعت بس هما سؤالين. طيب ماشي، احنا كنا بنقول it was cold، الجو كان بارد، so I ate the window، لذلك انا قفلت الشباك. احنا انتوا هنا اخترتوا shutter. طيب لازم نتأكد ان التصريف الثاني من shutter هو التصريف الثاني منه بردك shut. شط I shut the window، ده التصريف الثاني اللي هي ماضي. ماضي ليه؟ عشان جاب لي في أول حاجة، في أول جزء من الجملة، أول بارت ووز ماضي بسيط، أدي ماضي بيتكون من كلمة واحدة، إذا هو باست سمبل. طب اللي بعدها I ate a lot of money yesterday، I an expensive dress. ما تفتكرش إن عشان full stop دي إن دي حاجة إيه ودي حاجة، لا الاتنين بيكملوا بعض. هو هنا ده بيكمل معنى ده، بيقول أنا أنفقت امبارح yesterday، إذا هو ماضي بسيط باست سمبل، الكثير من المال، فايه بقى اشترى واشترت فستان غالي. يبقى انت كنت عاملاها صح كده بس غلط، يبقى spent food دي الصح. تمام. اللي بعدها what a you a last weekend، بس ما انت عملتيها ايه؟ رقم 6 5. أنا عاملاها ضد، Did we eat? عاملاها ديد ودو. تمام. What did you do last weekend? Last weekend إذا ده past simple.
هنا simple. هنجيب هنجيب او في الحاجة اللي بتساعدني ايه الاوكسيلري فيرب did، Did. ولازم يكون Did. معاها infinitive الناحية السؤال المضارع. المين فيرب يبقى do كمان زي الفل. طيب اللي بعد كده while I ate in my room my sister left home عملتوها ايه؟ أنا عملت I was studying. صح while I was studying in my وأنا room my برضه عملت sister I was studying. صح عندما أو بينما لما كنت بذاكر بينما كنت بذاكر فأختي أختي تركت البيت البيت. هي أختي تركته في لحظة فعل لحظي فعل لحظي. تخرج أو إنما ده فعل إيه مستمر يبقى was studying تمام. اللي بعدها most of the time أغلب الوقت we ate in the bar أغلب الوقت إيه بيقضي كنا في البرك. قاعدين صح بالمعنى كده أغلب الوقت كنا قاعدين في الحديقة هتبقى ورثة we're sitting sitting اي ان جي. اه we هتاخد where مش was تمام we sitting لأن الماضي المستمر بيتكون من was أو where plus الverb ing احنا ING. كنا قاعدين تمام. my baby brother أخويا الصغير ate loudly so I couldn't do my homework كان بيعيط بصوت عالي لذلك أنا ما عرفتش أعمل إيه الواجب الواجب تمام. طيب اخويا الصغير عايز اقول كان بيعيط ومحمود عاملها لي بوس كرايد واتضايقت جدا لان اصلا التركيبه دي عمرها ما تيجي ما ينفعش يا اما اجيب كرايد لوحدها يا اما اجيب بوز مع كرايم فما ينفعش بوز كرايد دي اصلا ما ينفعش تيجي ما فيش حاجه اسمها بوز اوير بلس الماضي البسيط بلس التصريف الثاني الفعل او التصريف الثالث لا انا عندي بيبقى بوز كرايم بوز اوير بلس الverb plus ing يبقى was crying كان بيعيط. طيب the teachers sorry the teacher المعلم was angry كان غضبان ليه؟ because some students لأن بعض الطلاب they بيلعبوا put all in the class أو كانوا بيلعبوا بالفصل في الفصل when he came in لما دخل we're playing اه لما المدرس كان غضبان لان بعض الطلاب كانوا ايه بيلعبوا بيلعبوا كانوا ماضي وبيلعبوا مستمر يبقى ماضي مستمر يبقى ايه we're playing. طب ليه we're مش was عشان دول جنب جنب جمع students ياخدوا زي ياخدوا ايه زي فتبقى we're playing. طيب عرفتوا الأخطاء بتاعتكم؟ خامس. تمام أنا بقى الحاجات البسيطة الصغيرة دي عايزين إيه بس هي اللي ناخد بالنا منها. طيب هنا الترجمة اقرأ لي كده يا محمود لقد أصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز حاسب آلي. تمام. آه بس بلى دي في زمن الماضي. زمن لقد أصبح طب ده زمن ماضي ولا فاكرين لما قلت لكم ان لقد بعد كده الفعل بنترجمه ضارع تام present perfect ده حتى قلتها في السيشن اللي هي لما اتكلمنا عن التركات بتاعت الترجمة قلت لما الحمد يبقى لقد بعد كده فعل يبقى ده present perfect. طيب انا بقى مثلا يا مريم كده اما اجي احلها هقول ايه لقد اصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز حاسب الي اولا انا هقرا كله مش هستبعد حاجه فاقول اول واحده every student has access to a computer كل طالب لديه السماح بالدخول او يعني يبقى اصبح متاحا ليه ان هو يبقى عنده يعني
computer اقتناء حاسب آلي. All students has access to a computer. Every student has access to a computer. Every student has have access to a computer. اه انا عرفت بقى ان هم كلهم متشابهين. هو بيلعب عليا بإيه؟ بهاز وهاف. تمام. وعلى فكرة هو هنا لقد أصبح، هو علشان خاطر الجملة بسيطة جدا فهو مش عاملها في زمن المضارع التام كمان، هو عاملها إيه؟ زي ما يكون مضارع بس. has access، لديه إيه؟ السماع بس. طيب هنا بقى بيلعب عليا، عايز يعرف أنا every student أو all students أني الأصح، وأني واحدة فيهم تاخد هاف ولا هاف. أول واحدة every student، كل طالب has ما access. بتاخدش هاز، ما بتاخدش هاز. طيب ماشي. طب all students has، ينفع كل الطلاب ونجيب معاهم هاف ولا هاف؟ لا ينفعش. لا هاز. هاز. تمام، يبقى دي هحط عليها ايه علامة كده، لأن أنا عمري ما هفترض، خلاص استبعد. طب every student has برضه، دي صح؟ لا 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 تمام، هاز برضه. انتوا اخترتوا دي صح؟ every student has. انا اخترتها. وانا برضو طيب على فكرة هي every student has، كل طالب لديه. ليه؟ أنا هقول لكم على حاجة، كل الحاجات اللي هي everyone مثلا، every one هي مستر تبقى اول واحدة. اه ليه؟ لأن كل الحاجات اللي فيها one فيها body، الحاجات دي بتاخد فعل مفرد، يعني everyone someone anyone anybody، كل الحاجات دي بتاخد ايه، فعل مفرد ولا جمع؟ مفرد مفرد عشان هاز. تمام، يبقى نختار ايه؟ هاز has. يبقى every student has access to a computer، كل طالب لديه ايه، سماح يعني او اقتناء حاسب ايه. تمام. طيب اللي بعدها، اغلب الترجمة قصدي الاول، most of the energy we use today comes from coal, oil and gas which will not last forever. يعني ايه؟ معظم الطاقة اللي أنا ما أستخدمها فكرني. معظم الطاقة التي نستخدمها من الفحم والنفط الفحم لن والنفط. تدوم إلى الأبد. تمام. طيب هنا انا عندي حاجه لازم احددها، زمن الجمله قبل ما افكر ايه ان انا اختار. هنا زمن الجمله ايه؟ مضارع 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 عشان تمام، يبقى انا عمري ما اختار ايه؟ ماضي. ماضي. طيب اجي اشوف كده بقى الاختيارات، شوف هو بيلعب عليا في انهي حته، في الزمن، في التكوين، في الترتيب، في ايه بالظبط؟ اول واحده، اغلب الطاقه التي نستخدمها اليوم جاءت من دي الفحم ماضي، والنفط. تمام، جاءت يبقى ماضي. استبعدهم. تمام، معظم الطاقة التي نستخدمها اليوم تأتي من الفحم والنفط والغاز والتي لن تدوم في الأبد. احتمالها فين؟ نستخدمها ها، الاحتمال بتاعها قد ايه ممكن صح؟ ايوه تمام رقم تمام يبقى هخليها معايا، انا مش هختار لسه، انا هقرا كله. طيب معظم الطاقة التي نستخدمها تأتي من البحر والنفط والتي لن تدوم الى الابد. ممكن برضه، ليه لا؟ يبقى انا ممكن ايه افكر في الاثنين دول معايا. طيب اخر واحدة، معظم الطاقة التي نستخدمها اليوم أتى من الفحم والنفط والغاز والتي سوف تدوم إلى الأبد. دي فيها دماغي. حاجتين يخلوني أستبعدها، أو ماضي أتى، تمام أدي غلط، وتاني حاجة سوف تدوم ولا سوف لن تدوم. لن تدوم، لن لن تدوم، تدوم. يبقى أدي إيه، غلطة في المعنى وغلطة في الجرامر، يبقى غلطتين. يبقى أنا عمري ما هختار، والأولانية برضك عمري إيه ما هختار عشان غلطة واحدة.
تبقى رقم بقى يا مس. رقم عشان فعل يوم. تمام، اليوم. شايفين كلمة واحدة هي اللي فرقت وعملت الفصل ازاي؟ عشان today، عشان عشان today. today. عشان today، عشان انا المفروض ان انا اوفي المعنى كامل ووصل المعنى كامل، يبقى كلمة واحدة هي اللي غيرت لي ايه تماما في المعنى وخلتني ان انا اختارها، يبقى رقم ب. شايفين بقى انا هنا اخترت وانا مطمن وانا عارف ان دي اصح واحدة هنا مثلا، عشان انا عارفة ان every student, everybody, somebody, anybody, somebody، الحاجات دي كلها بتاخد فعل مفرد، اذا هختار هاد وانا ايه مغمض عينيا. تمام تمام يا تمام مس. تمام يبقى بعد كده بقى اللي احنا نتعلمه ان احنا نركز كويس جدا في الاختيارات وما نتسرعش في اي اجابة، شوف كله بتمعن كده، ممكن تكون واحدة أنا يعني أقول لا ده أنا استحالة أختار في الجملة دي تطلع هي، هو النظام الجديد بيعتمد على كده. طيب حد عنده أي سؤال في اللي فات؟ لا طب أمينة ما حلتيش ليه؟ الو سامعني يا امينه ولا لا؟ امينه مش عارفه اعمل ايه، بس انا متضايقه جدا من كده، مش بتبعتي حاجه ولا بتحلي ولا في اي متابعه، فكده ما ينفعش. طيب تعالوا نكمل دلوقتي. هو يا بسملة أو محمود يونت 3 مفهوش جرامر خاص؟ اه تمام. هو بتاع المضارع التام البسيط بس طيب كويس الحمد لله، بس مش جاي التكملة ليه؟ لا يا مستر، احنا خلصناه المرة اللي فاتت، أيوة في الثلاثة وأربعة بس انت الـ 3 and 4 مش ده جايب فيهم تكملة؟ ثانية بس. أو أنا عارفة إن هو جايب جراماتيكال هنا ملاحظات كده، بس هو ايوه مش جايب الصفات القوية والكلام دي، بس مش جايب تكملة ليه؟ مش جايب تكملة لل لل اللي هو الـ present perfect. لا، طيب تمام. واليونت فور برضو، ما برضو جرامرها سهل، الأسماء المعدودة والأسماء غير طب المعدودة. الحمد لله. هل تستعد الأسطورة؟ طيب الجراماتيكال تنس، انتوا فاهمين البريزنت بيرفكت صح؟ قلنا هو فعل انتهى بس من ايه ليه مدة؟ تأثير، ليه ضمير أثر، ليه ليه أصلا؟ تأثير، لسه أثر موجود. تمام. طب لو قلت لكم مثلا انا لعبت يعني كرة قدم في حياتي كلها 3 مرات، اختار زمن ايه؟ هختار ماضي عشان حدد له اللعب كم مرة. اختار حد مضارع عنده تام. مضارع مضارع تام. تاني؟ اه علشان انا هنا زي ما قلت لكم بيجي مع الحياة اللي انا مش محدد لها وقت معين، زي ما قلت لكم مثلا انا قريت قصة بس ما حددتش امتى بالظبط، ممكن مثلا اقول لك ايه انا في حياتي كلها ما زرتش الاهرامات الا مرة، فاقول ايه I have visited the pyramids just one time، هي مرة واحدة، فدي اختار ايه present perfect. زي برضك الجمله اللي انا قلتها لكم دي، دي حاجه صعبه شويه بس انا بشوف ايه انتوا بتقيسوا ولا لا، المفروض نقيس زي ما المره اللي فاتت كده قلت لكم انا قريت قصه دي برضك المفروض زيها، انا لعبت في حياتي كلها كوره 3 مرات، طالما ما ذكرتش وقت محدد يبقى ده present perfect. طيب لو قلت لك مثلا انا لعبت امبارح كوره ده ايه؟ ده حددت لي الوقت اللي انت لعبت فيه تمام يبقى ايه؟ ماضي، بس سيمبل. ماضي. بص يبقى بلايد ولا هاف بلايد ولا هاف بلايد؟ بليد بلايد. بليد بس
هو ماضي من كلمة واحدة بس عشان لأنه إيه باص. طيب تمام. طيب بص هنا بيقول لك إيه الصفات القوية. يعني إيه الصفات القوية؟ يعني معناها قوي. يعني مثلا صفة زي جود دي معناها قوي؟ جود. لا باد لا ايزي؟ لا لا. انما حاجه قويه لما كل الحاجات اللي انا قلتها دي عامه قوي، سهل صعب وحش حلو مش عارفه ايه، حاجات بسيطه عاديه. انما صفات بقى قويه يعني معناها قوي، زي مثلا لما اقول لك ايه terrible. terrible يعني فظيع، لما يبقى طعمه فظيع. هل هنا ان طعمه وحش ولا فظيع؟ يعني ممكن اكله ولا لا؟ لا مكلوش. ماكلوش. ليه؟ لانه فظيع terrible. تمام. يبقى هنا مثلا حاجه زي terrible دي اوحش، معناها اقوى يعني من كلمه ايه bad. ممكن bad بس اكله عادي، انما terrible لا فظيع. طيب حاجه زي amazing رائع، ما انا ممكن اقول good بس انا ليه اخترت رائع amazing كان عشان أقوى. اقوى. تمام. يبقى انا هنا بعتمد على الحاجه الاقوى. طيب furious. furious يعني غضبان قوي. طب ليه ما جبتش angry؟ لان لأن furious سيريس أقوى. furious furious اقوى بكتير. طيب measurable. measurable يعني دائم. انا ممكن اقول ده ان هو خلاص، بس انا فضلت ان انا اجيب ايه measurable يائس. طيب terrible فظيع، ما جبتش باين مثلا ancient قديم. طب ما انا ممكن اقول old. old ليه ما قلتش old مثلا؟ عشان صفة مش ايه مش قوية، انما الاقوى ancient اقوى من old بكتير. طيب طيب ضخم انا ممكن اقول ايه ولا لا؟ هيوج huge. أقوى من بيك. هيوز اقوى من بيج. اللي اقوى من هيوز وبيج ايه؟ اهي جايجانتك. جاي جنت ما أمس جايجانتك. طيب اكسلنت ممتاز. طب انا ممكن اقول لك برافو، ممكن اقول لك جود، ممكن اقول لك بس اي حاجه، بس انا اخترت ان اقول اكسلنت اقوى حاجه صح. طيب كل دي ايه صفات قويه، يعني عايزين نتفق اهو، اتفقنا ان هم صفات adjectives يعني حاجه بنوصف بيها اسم. طب فاكرين الادفرب بنوصف بيه اسم ولا فعل؟ الادفرب الفعل الفعل. تمام. طيب هنا بيقول لك ما تستخدمش fairly و very قبل الصفات القوية، لأن هي أصلا قوية. يعني ما ينفعش أقول very terrible فظيع جدا، لا أنا ممكن أقول very bad very happy. استخدمها مع الصفات اللي مش قوية. مش قوية. اللي مش قوية عشان أوضح إن هي إيه، يعني أتقلها شوية أتقل معناها. إنما هنا دول مش محتاجين أصلا إن إحنا نتقل معناهم، هما معناهم يعني تقيل وقوي وكل حاجة. لما اقول very amazing غلط، لما اقول purely measurable. measurable يعني بائس غلط. طيب يبقى هنا الصفات دي لا نجيب قبلها very ولا نجيب قبلها ايه purely ولا اي صفة قبلها تاني. يعني very دي معناها جدا، ما نجيبش اي حاجة تانية معايا، هي لوحدها فقط. تمام. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه very صفة قوية و very بتساوي ايه سوري صفة قوية بتساوي very زائد صفة عادية. يعني زي ما قلت لكم مثلا very happy very bad very good. تمام. very old قديم جدا. طب قديم جدا very old بتساوي ايه من فوق؟ رولد بتساوي انشن. ancient. طيب very bad بتساوي ايه؟ بتساوي تيرابول. تيرابول. terrible. تمام. يبقى ancient بتساوي very old. measurable بتساوي very unhappy تعيس جدا. amazing very good. طيب يبقى very و fairly
وبين دول أو أي صفة يعني عموما تستخدم مع الصفات الضعيفة وليست القوية. تمام؟ طيب مفهومة؟ مفهومة يا مستر. تمام. بلا تستخدم الظروف، تستخدم ظروف الدرجة التالية قبل الصفات القوية. يعني ايه ظروف الدرجة التالية؟ زي من حاجة زي absolutely. absolutely يعني مطلقا، على الإطلاق، utterly، entirely، كليا، بالكلية، completely، تماما. دي ممكن استخدمها مع الصفات القوية. ليه؟ لأن أصلا معناها مش بيزود حاجة، هو بس إيه، عارفة لما أقول لك إيه، ده أقوى واحد أنا شفته في حياتي، زي ما أقول لك أقوى واحد على الإطلاق، فدي بتضيف معنى للصفة القوية أصلا. إنما very و fairly عمرهم ما يضيفوا معنى للصفة القوية. هيضيفوا معنى إيه؟ جدا؟ لا، هما أصلا معناهم إيه، إن هو وحش جدا، فظيع جدا. انما ابسطي على الاطلاق، يعني زي ما بقارن واحد بمجموعه مثلا، فاقول على الاطلاق مطلقا بالكليه، فدي تضيف لها معنى. يبقى احنا نجيب ظروف، ماشي، ظروف هي كلها بتنتهي بال واي، ابسطي، utterly، entirely، كلهم بصوا ال واي، علمهم بكده، مع الصفات القويه completely، جاي من complete، كامل completely، تماما. يبقى the engine المحرك is absolutely excellent، بالفعل ايه، ممتاز. The temple is utterly ancient، المعبد قديم خالص، معناها هنا خالص، هنا مثلا ممتاز ايه، على الإطلاق بشكل مطلق. يعني يبقى مع الصفات القوية بستخدم ايه، ظروف الدرجة الثانية. ظروف الدرجة التانية اللي هي ايه، adverbs اللي هي منتهية بال واي، انما good و fairly لا، عمري ما استخدمهم معايا. مفهومة؟ مفهوم يا مستر. تمام، خلصنا دي. طيب a او n و the، بيقول لك بيستخدم a او n مع مثلا ال period، مع ال الفترة. لما أقول لك مثلا أنا بروح المدرسة 5 أيام في الأسبوع، أنا قطعت 200 كيلو كل ساعة، كل ساعة بنمشي مثلا 20 كيلو مثلا، فاهمين الفكرة؟ إن مثلا 5 أيام في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع، 4 مرات في الشهر. لما باجي إيه أجيب بيريد، فترة زمنية في إيه؟ وعدد مرات. الحاجتين دول مع بعض بتستخدم إيه؟ A أو A. زي مثلا we go to school 5 days، كم مرة؟ 5 مرات. طب وال period اللي عندي a week، طويل. يبقى جبت A أو N قبل إيه؟ ال period، قبل الفترة، وبجيب معاها العدد اللي حصل 5 مرات في الأسبوع، a week. طب هنا أنا جبت ليه هنا a مش an؟ علشان an بتيجي فقط قبل الصفاء، قبل قصدي الكلمات اللي بتبتدي ب vowel. ايه هما ال vowel؟ 5، ايه؟ والاي والاي والاو واليو. و اي، ودي الاول اللي انا عاملاه على شكل وش، والايه واليو، اي 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 او يو. الخمس حروف دول لو لقيتهم اجيب قبلهم ان وليست اي. طيب يبقى ان ابل، ان ايج، تمام. طيب هنا اويك ليه جبت ايه؟ عشان ما فيش قبلها حرف متحرك. أو مفيش بعدها حرف متحرك. طيب خلاص. تمام. طيب هنا بص بقى اللي بعدها دي، this car goes at جبن 130 kilometers an hour. العربية دي بتمشي 130 كيلو في الايه، الساعة.
السام الساعة. بصوا لو تلاحظوا هنا ايه وان جايين بمعنى في، ممكن نستبدلهم ونحط ان اور. طب هنا انا ليه هنا جبت ان مع ان اللي بعدها حرف مش متحرك، اتش مش متحرك، بس لو تلاحظوا وانا قلت هاور ولا قلت اور؟ أول اور، كاني نطقتها ايه؟ على حسب ايه؟ النطق بتاع الكلمة. اه كاني نطقتها ايه؟ letter ايه؟ قلت فما ينفعش اقول a hour، غلط، يبقى an hour. تمام. طيب مثلا كلمة زي university، university بتبتدي بايه؟ الجامعة. university بتبتدي بحرف الايه؟ يو يو. يو عارفين دي ما بجيبش قبلها an، بجيب قبلها ايه؟ حد يقول لي ليه؟ بنجيب قبلها ايه؟ ايه مش ايه دي؟ الاثنين دول حاجتين شاذتين، يعني اي يونيفرستي شاذة وان اور شاذة، لان الطبيعي ان احنا بنجيب الحاجات دي قبل الفاول. طب هنا المفروض اجيب ان مع يو عشان ده فاول حرف متحرك، ليه ما جبتش ان؟ علشان انا بقول ايه يونيفرستي، انما صوت اليو اه. يعني مثلا انا لو قلت مثلا امبريلا هجيب ان امبريلا، انما اليو هنا اتنطقت بحرف غير صوتها، اتنطقت يو برضه يونيفرسيتي، فعشان اتنطقت بحاجه غير صوتها الاصلي اللي هو اب، يبقى ايه؟ هجيب معاها ان. فاهمين؟ فاهمش ايه؟ يعني هو حسب النقطة. على حسب النطق، مش على حسب ايه اللي انا كاتباه، بس انتوا خليكوا عارفين ان في العادي خالص ان انا بجيب ان قبل الحروف المتحركه دول، انما our university حاجتين شاذتين، بقول a university و an our. تمام. طيب بس خليكوا بس عارفين ان دي القاعده الاساسيه فقط. طيب هنا بيقول لك تستخدم a او an بمعنى لكل قبل اسماء المقاييس والالوان. طيب مش هنا انا بقيت، بقيت حاجه يعني مثلا ذا ابلز التفاح اور 25 باوندز اكيلو، التفاح بكام؟ 25 جنيه. كيلو التفاح ب 25 جنيه. انا هنا ايه ده؟ الوزن اهو كيلو ب 25 جنيه، يعني لكل كيلو بدفع كام؟ 25 25 جنيه. يبقى ممكن تيجي بمعنى في قبل الفترات، وتيجي بمعنى لكل قبل الحاجات ايه المقاييس، زي الكيلو يبقى 25 باوندز كيلو، لكل كيلو 25 جنيه. طيب بيقول لك هنا لو جت ذا قبل اسم انسان ماشي مضافا له اسم بيدل على ايه؟ اسم العيلة كلها. يعني مثلا انتوا اسمكم ايه؟ بسملة ومحمود وأمينة. مثلا اسمك محمود ايه؟ محمود شريف شريف. يعني اسم العيلة ايه؟ بركات. بركات. طيب ماشي، مش بركات ده الجد، اكيد خلف اعمام كتير وعمات كتير صح؟ اعمام يعني، خلينا دلوقتي في الاعمام صح؟ ايوه تمام. اي حد بقى ابن عمك انا عايزه اختصر واقول ايه ده من عيله بركات، اقول ايه؟ اقول ده بركات. يبقى انا فهمت ان ده عموما من عيله ايه؟ بركات. زي هنا ذا حسن وير بيزي لاست ويك، يعني عيله حسن كانوا مشغولين ايه الأسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات. طب هنا انا عندي هنا معناها ايه؟ اسره حسن كلها. طب اخذت وز ولا وير؟ وين؟ عشان تمام هنا بيقول لك ما ينفعش ايه اجيب ذا حسن إذ، اهي بجيب ايه ار او وير. طيب سهله دي صح؟ سهل. طيب عارفين مثلا في كلمات كده يعني مثلا البوليس، بوليس الشرطة، الجيش،
الحاجات دي لو انا عملتها كوحده واحده تجيلي كمفرد، ولو عملتها كحاجات متفرقه يعني عملت كل واحد في الجيش على انه حد لوحده تبقى جمله. ازاي؟ Can the boy have arrested some criminals؟ يعني ايه الجمله دي؟ البوليس قبض على المجرمين. هنا انا عملت ايه البوليس ده على ان كل واحد منهم قبض ايه على المجرمين، يعني عملت كل واحد على انه ايه لوحده فجمعتهم، يبقى ذا بوليس تجيلي ايه جمع وليست مفرد، وتاخد الافعال مثلا هاف مش هاف، تاخد ار مش از، تاخد وير مش ووز، تمام؟ انما انا مثلا لو عملتهم كوحده واحده ازاي اعملهم كوحده واحده؟ مثلا لما اقول ايه the police is amazing رائع، انا هنا وصفت البوليس كله على انه ايه كويس، انما لو فعل زي كده وكل واحد مثلا اتحرك وجاب الحرامي وعمل مجهود وكل واحد فيهم اثبت ان هو عمل مجهود فعملتهم ايه كجمع، فياخدوا فعل جمع ولا مفرد؟ جام جمع. جام انما لو وصفهم كلهم بصفه واحده هياخدوا ايه مفرد. مفرد. ماشي، خليكم عارفين دلوقتي ايه حته الجمع دي، ان هو مثلا زي ايه كل واحد فيهم قبض على المجرمين فتبقى ايه الفعل بتاعها جمع، وهي تعلم بعمله الجمع، تمام؟ تمام. اللي بعدها one once. تليفون وانز بيقول لنا ايه؟ استخدم كلمة وان وانز كضمير فاعل او مفعول، يعني مثلا لما اقول وان ماست كذا مثلا بتجيلي كتير في الترجمة، اقول الواحد المفروض يعمل كذا، ممكن تترجمها لي ايه بقى؟ ممكن تترجمها لي زي بيرسون شخص، ممكن تترجمها لي كاسيتيزن يعني مواطن، فهنا واحد بتشير لإيه؟ للشخص عموما. زي هنا مثلا one should work hard to succeed. اوكي؟ الواحد أو الفرد المفروض يعمل بجد لينجح. هنا أنا ترجمتها إيه؟ الفرد، صح؟ معايا؟ ألو؟ ألو مس، أيوة سامعيني كويس؟ أنا مش سامعين. فهنا one بيقول لك بتساوي person شخص أو student طالب، ممكن تطلع أي حد، المهم إن هي بتشير لإيه؟ لبني آدم. زي مثلا اقول I don't need this tablet، انا مش عايز التابلت ده. I want the black one، انا عايز الايه التاني، التابلت التاني. فهنا ايه that one بمعنى برضك ايه تابلت، بس تابلت غير اللي انا ايه ماسكه، غير التابلت الاولاني ده. I don't need this tablet، I want the black one. one هنا عايد على مين؟ الكتاب الثاني الكتاب الثاني. طيب يبقى انا هنا one يا تجيلي بمعنى بني ادم عموما ايا كان اسمه، او تجيلي بدل الاشياء بس لازم تشير للشيء، زي هنا I want the black one. لو مفيش الجملة الأولانية دي مش عارف هو بيتكلم عن ايه، فلازم يجيب لي جملة أولانية ويكون one عايد عليها زي دي. طيب هنا مثلا some children learned a skill، معظم الطلاب بيتعلموا مهارة when they worked، بيتعلموا المهارة لما ايه يشتغلوا. they were the lucky ones، اللي بيشتغلوا دول بيكونوا ايه محظوظين. طب مين هم المحظوظين؟ عايد على مين؟ على اللي الأطفال. بيشتغلوا، اه على ايه الاطفال اللي بيشتغلوا. طيب ones هنا ليه جت جمع؟
ليه جت جمع؟ عشان عشان على الأطفال. مش عايدة على طفل واحد، عايدة على كل اللي بيعمله. تمام، على children. وهنا لما هي اتكلم على children، ايوه على الاطفال، اتكلم عليهم وجاب ايه they، وجاب ايه كمان where. وير تمام، حلو قوي. طيب these are not my books، دي مش كتبه. mine، mine دي عايدة على ايه؟ على كتبه، اللي هي my books. mine بتوعي are the ones on the table، هما اللي على الترابيزة. طيب ones هنا ليه جت جمع؟ عشان بوكس الكتب. تمام، عشان عايزة على بوكس الكتب. لو كانت بوك واحد كنت هقول one، وان إنما لما تكون عايزة على بلورال جمع تبقى ايه؟ ones. وان طيب ماشي. بعد كده make، make بيجي وراها object و infinitive وصف. طب ازاي الكلام ده؟ مثلا لما اقول انا جعلت، جاي هنا بمعنى جعلة، جعلت اخويا يبكي مثلا، انا جعلته حزين، خليت اخويا حزين، فاقول ايه؟ I made him، انا خليته unhappy. هنا اخويا ده ايه؟ subject ولا object؟ object object. طب وانا subject subject، يبقى فاعل وميك واوبجكت وصفه، وانهابي بقت ايه؟ adjective، صفه. طيب بيقول لك بقى هنا لو جبت verb to be، ماشي، ممكن تجيب verb to be وممكن لا. زي ايه؟ زي الاكزامبل ده، سما's birthday، عيد ميلاد سما، made them happy، ايه اللي جعلهم سعيدين؟ سعادة. سامع عيد سامع ميلاد سما، لا عيد ميلاد سما، سما's birthday، ما هي دي اس الملكية، وايه اللي ملك سما؟ البيرثداي، عيد ميلاد. made them happy، جعلهم سعداء. طيب ممكن اجيب ايه؟ they were made happy by سما's birthday. جبت ايه الاول؟ they ده ايه؟ المفعول. where made ده؟ مش انا قلت لكم طالما حاجه في المبني للمجهول يبقى verb to be، والبيبي، طب هنا ال verb to be جاي ماضي ليه؟ جاي ماضي عشان ليه؟ مين ميد ماضي. طب الماضي في ال past simple، في الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ المبني للمجهول في الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ was aware plus ال verb be. بيبي aware made happy by Sama's birthday. They were made happy by Sama's birthday. هما ايه؟ بقوا سعداء، هي مبني للمجهول، من خلال بواسطة ايه بقى؟ من خلال ايه؟ عيد ميلاد سما. طيب دي مثلا بيقول لك ساعات تبقى مبني للمعلوم ونستخدم infinitive، هنا استخدمنا adjective صفة اللي هي happy سعيد. طب بيقول لك ساعات بنستخدم infinitive verb في infinitive، زي ايه؟ I made أحمد water the flowers، أنا خليت أحمد يشرب ايه؟ الورد. هنا water، سوري، يسقي الورد، هنا water، معلش اسف، water جايه بمعنى ايه؟ فعل اللي هو ايه؟ يسقي يسرى أو يسقي يسقي معلش ماشي، يسقي الورد. I make أحمد water the flowers، أنا خليت أحمد يشرب الورد. طيب هنا الفيرب ده جاي فين؟ infinitive صح؟ المصدر في المصدر. طيب يعني ايه؟ يعني مضارع بسيط. طب لما اجي احوله يبقى ابني المجهول، اقول ايه؟ مين اللي انا خليته يعمل كده؟ يسقي احمد، أحمد. اجيب احمد الاول. طيب المضارع البسيط، المبني المجهول في المضارع البسيط بيتكون من حاجتين آم فرضا، وإذ وآر ام از وار بلس البي بي. طب احمد ياخد از ولا ام ولا ار؟ إذ إذ از بقى از، وبعد كده البي بي من ميك تبقى ميد ميد. ميد تو ووتر. طب ليه بقى خليتها تو ووتر؟ عشان هنا ووتر جايالي في الانفينيتيف، فهنا تتحول لتو وانفينيتيف.
تمام. تمام. أحمد is made to water the flowers. ما جبتش سيرتي خالص، هو اللي خلاه يعمل كده، بس هو ما جابش سيرة نفسه. أحمد is made to water the flowers. يبقى لو لقيت المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط، يعني جاي ان is or بلس الفيرب بي، اجيب معاه ايه؟ تو. اجيب معاه ايه؟ تو تو. تو. تمام. هنا لو ميك وجاي معاها صفة ووظيفة، زي a sportsman رجل رياضي makes a good police officer. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان رجل الشرطة المفروض يكون رجل ايه؟ جيد. رياضي. سبورتسمان يعني رياضي دي. تمام. يبقى a sportsman makes a good police officer. police officer دي تعتبر ايه؟ job صح، وظيفة. وظيفة. تمام. وهنا good دي تعتبر ايه؟ adjective. ماشي. انا اللي ماشي. بيهمني في الحوار ده كله ايه؟ ان هي لما يجي صفة وبعد كده وظيفة هتختار ال present simple. اختار ايه؟ present simple. تمام؟ بيقول لك ال nouns ending in F and SE. يعني ايه؟ حاجات بتبقى الجمع بتاعها شاذ، زي half. half half يعني ايه؟ نص نصف. طيب نص بحولها لإيه؟ بشيل الإف خالص عشان ده قلنا فعل شاذ، وأجيب إيه؟ في إي إس، يس. تبقى إيه؟ هافز. طب اللي بعدها نايف، تبقى إيه؟ نايفز. نايفز. تمام. دي احفظوها عشان ممكن مثلا تيجي حاجات كتير، زي الترجمة، زي المبني للمجهول، زي أي جمع عموما. تمام. تمام. اوكي. بتيجي في اسئله الري رايت كتير جدا. طيب لايف، حياه، حيوات، تبقى ايه؟ لايف. لايفز. ليف، ورقه شجر، ليفز. ليفز. ثيف، ثيف، حرامي. ليفز. ليفز. ثيفز. وايف، وايفز. يبقى احنا عرفنا ان اي حاجه اخرها اف او اف اي بتتحول لايه؟ ليفيس. بي اي اس. تمام. تمام. زي سكارف، سكارف اللي هو الإشارة، جمعها سكارفز، شربات. بصوا هنا في دي حاجة، اللي هما الاتنين دول إشارب مثلا، ممكن تبقى سكارفز وممكن تبقى إيه، نحط الإف إس وخلاص، بس دول يعتبروا شاذين. لما أنتوا خليكوا عارفين إن أي حاجة آخرها إف أو إف إي بتتحول لـ في إي إس. تمام؟ تمام. بيقول لك في استثناءات للقاعدة اللي هم دول: بيليف، اعتقاد، اعتقادات، بيليفز، شيف، رئيس، شيفز، بريف، اختصار. لما مثلا اقول لك ايه؟ What is the brief of this summary of this story؟ ايه اللي اختصار للقصة دي؟ يبقى بريف، شيف، سيف. ماشي. يعني ايه؟ يعني سيف خزانة، جمعها ايه؟ سيفز. روف، سطح او سقف، روف بتاع البيت، جمعها روف. تمام. دول حالات شاذة، انما العادي من الاف والاف اي تتحول لبي اي. طيب السجستشنز، الاقتراحات، لما تيجي تقترح على حد بنقول ايه؟ ليتس جو. ليتس، يلا نروح السينما. ليتس جو، بعد ليتس يجي الفعل في الايه؟ في المصدر. انفينيتيف. تمام. we could او you could، لما اقول لك مثلا انت عندي في البيت، حد لسه داخل عندي، تقول له you could wash your hands، تقدر تغسل ايديك. you could wash، يبقى بعد could وبعد can infinitive. تمام. تمام. طيب ايه بقى الاي ان جي؟ suggest. suggest انا بقترح، I suggest going to the cinema. ماشي. I ماشي. suggest going. I suggest playing. I suggest visiting. طيب لو suggest معاها ذات، هي دي الحالة الوحيدة اللي تمنع الـ ing. ذات أن، I suggest
بس طيب يجي بدل اي ان جي يجي فول سنتنس، جمله تامه. يعني ايه جمله تامه؟ يعني فاعل وفاعل. سيدي اي سجست ذات وي او يو جو تو ذا سينما، ان احنا او انت تروح للسينما. جبت فاعل وبعد كده فعل اللي هو ايه؟ روح الماضي. طيب هاو اباوت وات اباوت، وات اباوت جوينج تو ذا سينما يجي بعدها اي ان جي، يبقى سجست. هاو اباوت وات اباوت اي ان جي. لو ما جاش في النص حاجه يبقى اي ان جي، جه في النص حاجه زي ذات مع سجست يجي فول سنتنس، جمله تامه. طيب حاجه زي why don't we او you، يعني why don't يجي بعدها فاعل، يبقى فاعل والانفينيتيف، يجي بعدها جمله عاديه. why don't we go to the cinema، why don't يبقى infinitive، يبقى خلينا يبقى ايه الحاجات الانفينيتيف ثلاثه، let's you او we could we why don't we او why don't you. انما الحاجتين الاي ان جي suggest و how about what about. تمام، في حاجه مش واضحه؟ لا مش والله سهل. طب الحمد لله. تعرف كلمات بقى، هنا بيقول لك جمعية أو اتحاد حاجة association 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 association، مجتمع مجتمع صغير يعني، أو جماعة صغيرة. community community يعني مثلا أهل بلد معينة، دول community. تمام، مش ما أقولش بقى على إيه أهل البلد كلهم مصر كلها، لا أنا أهل بلد أهل قرية، احنا في قرية معينة نبقى احنا كوميونيتي. طيب ثقافة زي ثقافة بلد معينة، الثقافة المصرية مثلا، لما اقول لك مثلا الثقافة المصرية، عيب ان الدم متأخر عن الساعة 12 بالليل، عيب ان الدم متأخر عن الساعة 12 بالليل، دي ايه؟ كالتشر، ثقافة. كالتشر فود بانك يعني بنك الطعام. طيب بلين يعني خطة. طب لو هتطلعي ايه تبقى ايه؟ طيارة. طيارة، تبقى بلين، انما دي بلان. طيب فولنتري ورك يعني عمل تطوع. طب متطوع فولنتير. اوكي يوث شباب، يوث اسوسيشن مجتمع او جمعيه شبابيه. طيب ادمت يقر او يعتبر، بيجي بعدها فيرب اي ان جي. طيب ادلت يعني بالغ او راجل. برين ستورم يعني يستثير الافكار، يعني ايه؟ انا اقول لكم ايه هو، لما بعمل لكم ايه بريزنت في الاول، في اول الدرس اقول لكم مثلا ايه هو البريزنت سنتر. صح محمود يقول لي كده، بس انا بقول لك كده، انا بقول لك كده، يبقى ده اسمه ايه؟ برين ستورمينج. برين مخ، برين ستورمينج يعني ايه؟ استثار بقى الافكار دي. كولكت نجمع، وبرده بيجي بعد اي ان جي كولكت مثلا، او يعني اي ان جي او نعم كومن. كومن يعني مشترك، يعني بقول لك صفة مشتركة. كومن they are common، هما مشتركين في الذكاء. اوكي هلاك، هلاك يعني ايه؟ persons persons disabled يعني جاية من able يستطيع او يقدر. disabled dreamer يعني حالم، جاية من دين حلم، لو هتطلع اي ار يعني حالم، شخص حالم. طيب نهاية أو خاتمة، إندينج يعني النهاية، إكسبيرينس تجربة أو الفعل نفسه يمر بتجربة. إكسبيرينس تجارب، تجارب حياتية، يقول لك أنا مثلا أوف إكسبيرينس إن ماي لايف، أنا عندي تجارب كتيرة في حياتي. إمبروف، إمبروف يعني يحسن، أقول لك يو شود إمبروف يور إنجلش، تحسن من تقنية. Include يشتمل أو يتضمن. Later فيما بعد. Nowhere لا مكان. Pay fees يدفع إدمان. Solve يعني يحل، لما أقول لك المسائل النهاردة مثلا solve يحل مشكلة، solve problem. Step father يعني زوج الأم، هو مش father هو step father، بس واحدة يعني خطوة، يبقى step father. Step خطوات. ترتيب، ترتيب أو بناء. سربرايز
مفاجأة، تريب، رحلة، سوري سوري، لا بقولك مفاجأة. في تيبس عشان تحسن مستواك في اللغة الإنجليزية، خطوات دايما إيه خطوات، ترتيب لوحدها نصيحة، تريب خدعة أو يتبع، يتبعني أو يتبع. تمام، أنا عايزة منكم حاجة إن شاء الله المرة الجاية.